والله سميع عليم. ألم يعلموا. اختار محمد كغيره من الطلبة المنحدرين من دولة غينيا كوناكري القدوم للمغرب لتعلم علوم القرآن والفقه، حيث فضل الاستقرار بمدرسة أبي ذر الغفاري للتعليم العتيق نظرا لما توفره من ظروف ملائمة للتحصيل العلمي وتمكنهم من الحصول على شواهد علمية تساعدهم على الالتحاق بالجامعات المغربية. نحن الآن في المدرسة العتيق ندرس الفقه، الحديث، التفسير والرياضيات والإنجليزية والفرنسية وهكذا، وإن شاء الله أريد أن أكون فقيها إن شاء الله. بالنسبة للتخصص أنا أريد أن أتخصص في الفقه والتفسير إن شاء الله. الصباح أحيانا نبدأ بالتوحيد، التوحيد وعلوم القرآن، ثم التفسير، ثم الفرنسية، ثم الإنجليزية، ثم الرياضيات، وفي المساء في بعض الأحيان نقرأ الاجتماعيات هكذا، لأن الفقه والتفسير ضروري أن يكون في حياة الإنسان. بدون هذه الأشياء لا يمكنك أن تعيش بدون القرآن وبدون الفقه. ربما يأتيك شخص يسألك المسألة كيف تجيبه إذا لم تدرس هذه الأشياء، ولهذا نحن تخصصنا في هذه الأشياء لننفع أنفسنا ولننفع غيرنا. إن شاء الله ضروري أتينا هنا لندرس ثم لنذهب إلى بلادنا ولنساعد الآخرين إن شاء الله. الدراسة في مؤسسات التعليم العتيق بالمغرب مرهون باستعداد الطالب وثقته في شيخ المدرسة التي يطلب العلم فيها، وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تزايد تعداد الطلبة الأفارقة الذين يقصدون المغرب لحفظ القرآن الكريم والنهل من العلوم الشرعية. الحمد لله المغرب يعني كما وصفوا لنا، لأن لم نكن نعرف المغرب، لكن كنا نعرف أن يعني أجدادنا وأباؤنا يعني يقتدون بالمغرب في العلم نظرا من علمائهم ومن وإلا الحمد وجناهم كذلك يعني فيما يتعلق بالفقه والقرآن وحفظ القرآن وهبهم للقرآن، و هذا الذي لاحظنا في المغرب ولله الحمد يعني إن شاء الله. نحن هنا 8 سنوات يعني حفظنا من القرآن ولله الحمد حفظنا القرآن وتعمقنا شيئا ما في العلوم الشرعية. نعم لم نكن نعرفهم ولله الحمد، يعني لقد سبقت تجربة أن يعني إخواننا الذين سبقونا بالمغرب، لأن يعني كان لدينا أخ هنا عاش في المغرب أكثر من 20 سنوات وهو كذلك كان يدرس، ورأينا منه يعني ما أعجبنا وما أعجب يعني العائلة، فاختاروا المغرب كيعني مكان أساس للعلم. نعم لذلك قدمنا إلى المغرب ولله الحمد، ويعني رأينا فيه ما كنا ننتظره. يلعب المغرب دورا هاما في تعزيز القيم الدينية المعتدلة بدول جنوب الصحراء، بل تحول في الآونة الأخيرة إلى منارة علمية تسعى لتتمين جهود العلماء المسلمين ودعم تدريس العلوم الشرعية بكل من المغرب وباقي الدول الإفريقية. تحية طيبة مباركة لأمير المؤمنين في الحقيقة الذي كان السبب في مد هذا الجسر من المغرب إلى دول جنوب الصحراء. في الحقيقة هو الحمد لله هو الذي فتح هذا الباب لإخوتنا في إفريقيا، فوجدوا بلدهم الثاني المغرب ولله الحمد ملاذا آمنا لمطالبهم ومقاصدهم العلمية، ولذلك والحمد لله فنحن استقبلنا هؤلاء الطلبة استقبالا يليق بكرم هذا البلد وبحسن ضيافته، فوجدوا في المدرسة والحمد لله ملاذا آمنا، ولذلك فالمدرسة تعرف مجموعة من هؤلاء الطلبة من غينيا كوناكري ومن السنغال ومن ساحل العاج ومن مالي ومن يعني هذه الدول الإفريقية
فإلى الحمد عندنا مجموعة من المتخرجين الذين تخرجوا يعني حصلوا على شهادة البكالوريا في المدرسة، ومنهم الآن الحمد لله الذين هم في سلك الدكتوراة بعدما أخذوا الإجازة، منهم من أخذها في كلية الشريعة وفي في في أكادير وفي كلية الشريعة في فاس أو في وجدة أو في الدار البيضاء، والحمد لله الآن هم في سلك الدكتوراة، والبقية منهم من يقرأ في الابتدائي ومنهم من يدرس في الإعدادي ومنهم من يدرس في الثانوي. فالحمد لله رب العالمين. لا بد أن نحيي أيضا الأساتذة الطاقم الإداري والتربوي، وكذلك نحيي المحسنين الذين يوفرون كل حاجيات هؤلاء الطلبة ويعتبرونهم إخوة أشقاء، لا فرق بين مغربي ولا فرق بين هؤلاء الإخوة سواء من جميع الدول. فالحمد لله وجدوا المدرسة في الحقيقة وفرت لهم كل ما يحتاجون من مواد علمية ومن ملبسين ومأكلين، وقام توفر لهم كل ما يحتاجون يعني بلا مقابل، فالأكل والشراب والإيواء هذا بالمجان، بل الحمد لله وزارة الأوقاف خصصت لهم منحة في حدود 500 درهم كل شهر، فمنحتهم تفوق منحة المغاربة. بالإضافة إلى أن المحسنين حيث لما علموا بأن الأفارقة جاءوا من بلاد بعيدة فهم يوفرون لهم كل شيء. نحيي الشعب المغربي هذه الوقفات النبيلة وهذا البذل وهذا العطاء، فالحمد لله لا نجد يعني حرجا في نفقاتهم ولا في ملابسهم ولا في إيوائهم ولا حتى في عيد الأضحى كيشير لهم واحدة جوج الضحيات كيشيروا لهم، وكاين اللي كيفصل لهم الأقمصة، كاين اللي كيشير لهم الحوايج، كاين يعني الحمد لله لقوا كل شيء متوفر في المدرسة. وبالإضافة حتى الأساتذة جزاهم الله خيرا كيعطيهم دروس اللي قررتها الوزارة، ثم حيث هما مثلا عندهم اللغة العربية ضعيفة شوية كانوا كيزيدوا المستوى في النحو في اللغة العربية، أما الفرنسية هي ما عندهم مشكل فيها، في الرياضيات الأساتذة هم ضحاوا معهم، والحمد لله هذو أبناؤنا وهؤلاء إخوتنا وأشقاؤنا، فضروري الحمد لله الله تعالى ساقهم إلى إلى إلى, إلى هذه المؤسسة، فخصنا نكونوا في المستوى. ولذلك الحمد لله رب العالمين المدرسة كتعرف واحد الإقبال عليها الطلبة، تقريبا كانوا تقريبا أزيد من 30، ولكن الآن الله فيهم 18 لأن نجحوا، ثم أن القوانين اللي جاري بها العمل يعني ما كتسمحش إلا الطلبة اللي مثلا نجحوا للثانوي. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وتزكيهم بها وصلي عليهم.